مرحبا. الجيش الجزائري أحد أبرز القوات المسلحة في إفريقيا والعالم العربي، يتميز بترسانة منوعة ومتطورة من الأسلحة التي تعكس قدرته العسكرية الشاملة. في ظل التطورات العالمية والإقليمية، يحرص الجيش الجزائري على تحديث قواته باستمرار، معتمدا على مزيج من التكنولوجيا المتقدمة والاستراتيجية الدفاعية الفعالة. في هذا الفيديو سنكشف لكم قائمة لأقوى وأحدث الأسلحة التي يمتلكها الجيش الجزائري لسنة 2024. لكن قبل أن نبدأ، إذا تعجبك مثل هذه المواضيع لا تنسى ترك إعجاب والاشتراك بالقناة لتتوصل بكل جديدنا. والآن فلننتقل لقائمتنا. طائرات بدون طيار وينغ لونغ 2. تشغل الجزائر 24 وحدة من هذه الدرونات. الطائرات بدون طيار وينغ لونغ 2 واحدة من أحدث الإضافات إلى ترسانات الجيش الجزائري، تمثل قفزة نوعية في قدرة الاستطلاع والهجوم الجوي. صممت هذه الطائرة بدون طيار بتكنولوجيا متقدمة لتوفر قدرات استخباراتية ومراقبة استطلاع ISR، إلى جانب إمكانية تنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الثابتة والمتحركة على حد سواء. تتميز وينغ لونغ 2 بقدراتها على حمل مجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الموجهة بدقة والقنابل، مما يجعلها أداة مثالية للعمليات القتالية في مختلف الظروف بمداها الطويل وقدرتها على البقاء في الجو لفترات طويلة. تقدم هذه الطائرة دعما استراتيجيا للقوات الجزائرية، مما يعزز من قدرات الجيش في الرصد والاستجابة السريعة للتهديدات، وتعكس التزام الجزائر بتحديث قدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات المعاصرة. ثانيا، مروحية النقل الثقيلة MIL-Mi-26. تشغل الجزائر 14 مروحية من نوع Mi-26T2. مروحية النقل الثقيلة Mi-26T2 تمثل قمة الابتكار والكفاءة في أسطول الجيش الجزائري. هذه الطائرة معروفة بكونها أكبر وأقوى مروحية نقل في الخدمة على مستوى العالم، مصممة لأداء مهام النقل الثقيل والعمليات الخاصة بكفاءة عالية. بفضل تحديثات Mi-26T2 تتمتع هذه المروحية بأنظمة تحكم طيران متقدمة وإلكترونيات طيران محدثة، مما يعزز من قدرات التشغيلية ويسهل عملية الطيران في ظروف جوية مختلفة. قدرتها على حمل أحمال ثقيلة جدا، بما في ذلك المركبات والمعدات الكبيرة، تجعلها أداة حاسمة في مهام الإنقاذ، الإمداد وإعادة البناء في المناطق المتضررة من الكوارث. الجيش الجزائري من خلال تشغيله لMi-26T2 يظهر التزامه بالحفاظ على جاهزية قواته وقدرته على تنفيذ مجموعة واسعة من العمليات اللوجستية والإنسانية بفعالية عالية. ثالثا، راجمات الصواريخ المتعددة SR-5. تشغل الجزائر منها 40 راجمة. راجمات الصواريخ المتعددة SR-5 التي تعتبر واحدة من أحدث الإضافات إلى القوات النارية الجزائرية، تمثل تطورا هاما في القدرة الهجومية للجيش الجزائري. هذا النظام متعدد الاستخدامات، قادر على إطلاق صواريخ بمدى يصل إلى عدة مئات من الكيلومترات، مما يوفر للقوات الجزائرية إمكانية توجيه ضربات دقيقة وفعالة ضد أهداف مختارة بعيدة المدى. تم تصميم الـ SR-5 ليكون قابلا للتشغيل في مجموعة واسعة من الظروف البيئية، مما يزيد من مرونته وفعاليته في مختلف سيناريوهات القتال. بالإضافة إلى قدرته على حمل أنواع مختلفة من الذخائر، يمكن لهذا النظام أن يلعب دورا حاسما في العمليات الهجومية الدفاعية وحتى في دعم العمليات البرية، مما يجعله إضافة قيمة للجيش الجزائري في تعزيز دفاعاته وقدرته الهجومية. رابعا، فرقاطة من نوع Miko-200. تشغل الجزائر 2 من فئة الدراع Miko-A200AN. فرقاطة من نوع الدراع التي تعتبر جزءا من الأسطول البحري الجزائري، تمثل تطورا ملحوظا في القوة البحرية للجزائر. هذه الفرقاطة مصممة لتوفر قدرات دفاعية وهجومية متعددة المهام،
مما يمكنها من القيام بمجموعة واسعة من العمليات البحرية، من الدفاع عن السواحل وحماية الممرات البحرية إلى مهام مكافحة القراصنة والإغاثة في حالات الكوارث، مجهزة بأحدث التقنيات العسكرية والرادارات المتقدمة، بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة الحديثة التي تشمل الصواريخ الموجهة والمدفعيات الثقيلة، وتوفر فرقات الدراع للجيش الجزائري قدرة فائقة على مواجهة التهديدات البحرية والحفاظ على أمن المياه الإقليمية. بتصميمها المتطور وقدرتها الشاملة، تظهر فرقاطة الدراع التزام الجزائر بتعزيز دفاعاتها البحرية والحفاظ على مكانتها كقوة بحرية رائدة في المنطقة. خامسا، غواصات الثقب الأسود فارشافيانكا. اسمها صعب جدا، لن أقوم بذكره مجددا. لدى الجزائر 6 غواصات من هذه الفئة. غواصة الثقب الأسود التي تعد جزءا من الأسطول البحري الجزائري هي اسم يطلق عادة على غواصة فئة كيلو الروسية الصنع، التي تتميز بقدراتها الاستثنائية في العمليات السرية تحت الماء. هذه الغواصة مصممة لتكون بين أكثر الهدوء وصعوبة في الكشف عنها، مما يجعلها تلقب بالثقب الأسود في المحيطات بسبب قدرتها على التخفي والمناورة بكفاءة عالية دون أن تكشف، مجهزة بمجموعة متنوعة من الأسلحة بما في ذلك التوربيدات والصواريخ المضادة للسفن. تمكن هذه الغواصة الجزائرية من تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، من الدفاع الساحلي إلى اعتراض والهجوم على الأهداف البحرية. بتحديثاتها الحديثة وقدراتها العملياتية المتقدمة، تعزز غواصة الثقب الأسود القدرات الاستراتيجية للبحرية الجزائرية، مؤكدة دورها كركيزة مهمة للدفاع والأمن القومي للجزائر. عزيزي المشاهد، لقد وصلنا إلى منتصف قائمتنا، وإذا رأيت الفيديو مفيد لا تنسى أرجوك أن تترك إعجاب وأعطنا رأيك في التعليقات حول الموضوع لنستفيد من بعضنا البعض، وبدون إطالة فلنواصل قائمتنا. سادسا، الصواريخ البالستية من نوع إسكندر إي. لدى الجزائر 4 أفواج بين قوسين 48 قاذفة. نظام الصواريخ إسكندر إي يمثل إضافة استراتيجية مهمة للترسانة العسكرية الجزائرية، موفرا قدرات هجومية دقيقة ومتطورة. هذا النظام الذي يعد من أحدث أنظمة الصواريخ الباليستية التكتيكية، قادر على إصابة أهداف بدقة عالية على مدى يصل إلى 500 كيلومتر، مما يتيح للقوات الجزائرية إمكانية توجيه ضربات سريعة وفعالة ضد الأهداف الاستراتيجية المعادية. إسكندر إي مصمم للتغلب على أنظمة الدفاع الجوي المعادية بفضل تقنياته المتقدمة وقدرته على حمل رؤوس حربية مختلفة وحتى نووية، بما في ذلك التقليدية والدقيقة. إضافة إلى ذلك، يعزز هذا النظام من قدرة الجزائر على الردع الاستراتيجي، ويشكل عنصرا حاسما في تعزيز الأمن القومي وحماية مصالح الجزائر الإقليمية. سابعا، مروحية الهجوم MIL-MI-28. تشغل الجزائر منها 42 مروحية. مروحية MI-28 المعروفة بلقب صائد الليل، تعد جزءا رسميا ورئيسيا من القوة الجوية للجيش الجزائري. هذه المروحية الهجومية مصممة لتنفيذ مهام في جميع الأوقات، سواء النهار أو الليل وفي جميع الظروف الجوية. تتميز MI-28 بقدراتها القتالية المتميزة، بما في ذلك القدرة على حمل ترسانة واسعة من الأسلحة مثل الصواريخ الموجهة والقنابل والمدفع ذو قدرة نيرانية عالية. تم تصميمها خصيصا لمواجهة الدبابات والمركبات المدرعة والقوى العاملة، مما يجعلها مثالية لدعم القوات البرية وتنفيذ عمليات مضادة للدروع. بالإضافة إلى قدرتها الهجومية، تتمتع MI-28 بمستوى عال من الحماية لطاقمها، مما يزيد من قدرتها على البقاء في ساحة المعركة. إدراج صائد الليل في الخدمة يعكس تركيز الجزائر على تعزيز قواتها الجوية بمعدات متطورة تعزز من قدرتها الدفاعية والهجومية. ثامنا، مقاتلات هجومية من نوع سوخوي سو 30. تشغل الجزائر منها
59 من مقاتلة سو 30 MKA، إضافة إلى 14 وحدة تحت الطلب. الطائرة المقاتلة سو 30 MKA والتي تعد الركيزة الأساسية للقوة الجوية الجزائرية هي نسخة مخصصة من الطائرة الروسية سو 30 MKA مصممة خصيصا لتلبية متطلبات الجيش الجزائري. هذه الطائرة متعددة المهام تتميز بقدراتها على القيام بعمليات جو-جو وجو أرض بكفاءة عالية، مما يجعلها واحدة من أكثر الطائرات تنوعا في الخدمة، مزودة بتكنولوجيا رادار متقدمة ونظام تسليح دقيقة. تستطيع سو 30 MKA تنفيذ مهام السيطرة الجوية والهجوم الأرضي والاستطلاع بفعالية عالية. بالإضافة إلى قدراتها القتالية المتميزة، تتمتع الطائرة بمناورة استثنائية تسمح بتنفيذ تكتيكات جوية معقدة. الاعتماد على سو 30 MKA يعكس التزام الجزائر بتحديث قواتها الجوية وزيادة قدرتها الدفاعية في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة. تاسعا، سفينة النقل البرمائي سان جورجيو كلاس. لدى الجزائر سفينة واحدة من فئة قلعة بني عباس. سفينة قلعة بني عباس التي تحمل اسم إحدى القلاع التاريخية في الجزائر تعد إضافة قوية ومتعددة المهام للبحرية الجزائرية. هذه السفينة مصممة كسفينة دعم وإمداد مجهزة لتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات البحرية بما في ذلك المهام الإنسانية والإغاثية، إلى جانب القدرة على دعم العمليات العسكرية. قلعة بني عباس مزودة بتقنيات متقدمة تسمح لها بالعمل كمستشفى عائم مع وجود مرافق طبية متكاملة بما في ذلك غرف العمليات والعناية المركزة، مما يمكنها من تقديم الدعم الطبي في أوقات الأزمات. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السفينة على مهبط للطائرات العمودية ومعدات للنقل الثقيل، مما يعزز قدراتها اللوجستية لتجسيد قلعة بني عباس التزام الجزائر بتعزيز قواتها البحرية وقدراتها على الاستجابة لمختلف السيناريوهات البحرية والإنسانية. أخيرا وعاشرا، نظام الدفاع الجوي S-400. لدى الجزائر 8 أفواج، ويتكون فوج S-400 الواحدة من 12 قاذفة لأربعة صواريخ. نظام الدفاع الجوي S-400 ترايمف الذي تعتمده الجزائر يعد من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تقدما في العالم. هذا النظام مصمم للكشف والتدمير لكافة أنواع التهديدات الجوية بما في ذلك الطائرات والصواريخ الباليستية والأهداف الجوية المتحركة على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر وارتفاع يصل إلى 30 كيلومتر. بفضل تنوع رؤوسه الحربية وقدراته على التعامل مع أهداف متعددة في وقت واحد، يوفر نظام S-400 للجزائر دفاعا جويا شاملا يعزز من أمنها القومي ويحمي سمائها من أي اختراق محتمل. استخدام الجزائر لهذا النظام يعكس رغبة الجزائر في الحفاظ على سيادتها الجوية والتأكيد على قدراتها الدفاعية في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة. أعزائنا المشاهدين، لقد وصلنا إلى نهاية المقطع والفيديو. إذا أعجبك محتوى الفيديو وتريد فيديوهات مماثلة، اضغط على الصورة التي تظهر لك في الشاشة. وكالعادة نلتقي مجددا في فيديو آخر بحول الله. إلى اللقاء.